السلام عليكم، اهلا بكم حبايبي في فيديو جديد. النهارده هنتعلم مع بعض فكرة الستر بغرزة العنكبوت لجميع الاعمار، وانا كنت منزلة فيديوهات عن مقاسات لكل من سن مواليد لغاية 14 سنة موجود على القناة. اي حد عايز استفسار لاي سن معين يكتب لي في التعليقات وانا هرد عليك. يلا بينا مع بعض نبتدي فيديو النهارده. هنشتغل مع بعض 120 غرزة سلسلة بالشكل ده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هنكمل 120 سلسلة وهرجع لكم تاني. عملت 120 غرزة سلسلة اهو، وبعدين جيت لقيت اللي عديت 1 2 3 4، وفي الخمسة هنا دخلت عملت عمود لفة. بصوا احنا ممكن نعمل منزلقة في الجزء ده من الشغل، يعني اعمل منزلقة مع بعضهم كده، اقفلهم واعملهم دايرة كده وبس. انا بحب اعمل اول غرزة، خصوصا لما يكون مقفول مش مفتوح الفستان، بيبقى اعمله بالشكل ده، يعني امشي بالغرزة بتاعتي الاول سطر بالشكل ده وبعد كده اقفله عشان يبقى سهل شغلي، سهل ما يبقاش اقعد امسك الخيط واعرف فين اوله وفين اخره، عدل عدل او مش عدل، لا بيبقى يضايق كده خصوصا المبتدئين. فانا بشتغل وبعدين اقفله غرزة السلسلة، وبعدين اسيب غرزة وادخل في التانية واعمل عمود بلفة، اسيب غرزة واسيب غرزة هنا وادخل في التانية واعمل عمود بلفة، غرزة سلسلة اسيب غرزة وادخل في التانية، دي واحد اهي التانية اهي، واعمل عمود بلفة سلسلة اسيب واحدة وادخل في التانية واعمل عمود بلفة لغاية اخر السطر بالشكل ده. تمام، انا كده عملت كل السطر بتاعي. جيت هنا في الاخر انا عندي بداية السطر اهو اللي انا طلعت بيه، تمام، بس اطلع عشان ما يتفلتش الخيط، ما يتفلتش، اوسعه شوية، بسيب غرزة ادخل في الغرزة التانية الاخرانية واعمل العمود. تمام، هقرب شوية، وسعت الخيط هنا علشان ما يتفكش. جيت في الجزء دوت، وده بالنسبة لي وبالنسبة لكل المبتدئين اسهل من ان انا اعمل اشبكه في الغرز من اول السطر. فانا بجيب اسيب غرزة وادخل في التانية هنا، وبجيب الخيط ادخل فيه بالشكل ده واخد الخيط معايا واطلع من الغرزة، اعصد شبكة غرزة العمود من تحت كده، واخد الخيط وادخل في الجزء ده اهو، بشبكهم بالشكل ده وبطلع بمنزلقة كده، تمام، وبشد الخيط. يبقى كده الخيط بتاعي انا عملته وثبته في الجزء الاولاني، بحيث يبقى الدايرة بالشكل ده ثابتة معايا. تمام، هنلف الخيط كده وناخد الخيط ونعمل منزلقة في الجزء الفوقاني اللي هو في الغرزة بتاعتنا. تمام، باجي هنا وبسيب غرزة وباجي اخد التانية واعمل منزلقة بالشكل ده، تمام اهي، وبعدين بطلع 1 2 3، باخد الخيط وبدخل فوق كل عمود، بعمل عمود سوري 3 4، نسيت الغرزة اللي في النص، 4، وبعدين بدخل فوق العمود بعمل عمود، وبعدين سلسلة بدخل فوق العمود وعمل عمود سلسلة بدخل فوق العمود بعمل عمود. أنا كده عملت 3، تمام، عملت 3، وبعدين خدت السلسلة وخدت الخيط
بسيب دوت وباجي هنا بعمل عمود هنا عمود ثلاثة الأول قبل ما أعمل ثلاثة، وبعدين خدنا غرزة وبعدين سيبنا المربع ده وجينا في اللي وراه وعملنا عمود اتنين عمود ثلاثة عمود أربعة عمود، خدنا سلسلة وجينا عملنا فوق العمود ده عمود، تمام، سلسلة اتنين سلسلة ثلاثة سلسلة أربعة سلسلة خمسة خمسة سلسلة ستة سلسلة سبعة، تمام، بعمل سبعة وحدات هنا، وبعدين باخد الخيط وبسيب واحدة وادخل في التانية، بعمل السلسلة الأول وباجي أعمل أسيب دي وادخل في دي وأعمل أربعة عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة أربعة سلسلة، وباجي فوق العمود ده بعمل عمود سلسلة عمود لغاية آخر السطر، تمام، نعمل سبعة أربع عواميد و سبعة وهكذا لغاية لما أخلص السطر بتاعي، تمام. جينا هنا وصلنا للآخر وعملنا الوحدات بتاعتنا، وبعدين جينا عملنا منزلقة في السلسلة التالتة من العمود، تمام، بعدين طلعنا واحد اتنين تلاتة أربعة، خدنا الخيط ودخلنا في العمود الأولاني، عملنا عمود سلسلة عمود سلسلة، وجينا هنا وعملنا واحد اتنين تلاتة أربعة، ادي الشكل في الدور التاني هيبقى بالشكل ده، وبناخد الخيط نيجي نطلع واحد اتنين تلاتة، وبنيجي في الجزء دوت وبنعمل أربعة عمود بلفة تلاتة أربعة سلسلة، وبنسيب الجزء دوت وبنعمل في التاني هنا سوري وبنعمل في العمود عمود سلسلة في كل عمود عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة، وباجي هنا قبل الأربعة بتوعي وبدخل أعمل أربعة تانية اتنين تلاتة أربعة واحد اتنين تلاتة، باجي هنا واحد اتنين تلاتة أربعة سلسلة، وفوق العمود عمود، تمام، اهي الرسمة بتاعتي. هاجي انا اشتغل طول السطر ده هعمله كل بالشكل ده
وهرجع لكم تاني. ده الشكل بتاعي وهي أقرب شوية. هبدأ أعمل المنسلقة تحتي في الواحد، اتنين، تلاتة بالشكل ده. بعدين بطلع واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، وباخد الخيط وبطلع أعمل عمود لفة في العمود اللي هيقابلني. وبعدين باجي هنا بلاقي الأربعة دول، فقبليهم هنا بعمل أربعة عمود لفة، تلاتة، أربعة. بعدين بطلع واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، وباخد الخيط وباجي في السلسلة في النص هنا وبعمل عمود واحد، اتنين، تلاتة، باخد الخيط وأعمل عمود بالشكل ده. وبعدين واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، باخد الخيط وباجي هنا بعمل عمود، اتنين، تلاتة، أربعة بالشكل ده. بعدين سلسلة أدخل فوق العمود هنا أعمل عمود سلسلة، عمود فوق العمود سلسلة، عمود، وأسيب العمود ده وأجي هنا في الفراغ اللي بين الأربعة دول وأعمل عمود، اتنين، عمود، تلاتة، عمود، أربعة، عمود. بعد واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، وباجي أخد الخيط وأدخل في الغرزة اللي في النص وأعمل عمود بلفة، واحد، اتنين، تلاتة، أخد الخيط في نفس المكان عمود بلفة، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، وأخد الخيط وأدخل قبل بعد الأربعة هنا وأعمل عمود، اتنين عمود، تلاتة عمود، أربعة عمود، تمام، وسلسلة وأدخل أعمل عمود وأمشي بنفس الطريقة دي أهي لغاية آخر السطر بالشكل ده، تمام. هكمل السطر وهرجع لكم تاني.